ماذا وراء اتفاق إيقاف إطلاق النار بين الرياض وميليشيا الحوثي؟ هل انتهت أجندات الرياض في اليمن وأصبحت تبحث عن مخرج لها بماء الوجه؟ وما هو مصير الشرعية والدولة اليمنية في حال مضي هذا الاتفاق؟ أهلا بكم. قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن السعودية وافقت على وقف إطلاق النار على ميليشيا الحوثي في 4 محافظات يمنية من بينها العاصمة صنعاء. تأتي هذه المعلومات بعد إعلان ميليشيا الحوثي عن وقف استهداف المملكة والبحث عن اتفاق بينها وبين الرياض. اليوم أعلنت ميليشيا الحوثي عن أهم عملية عسكرية في الأراضي السعودية تمكنت فيها الميليشيا من أسر مئات الجنود والضباط السعوديين حسب تصريح ناطق الميليشيا. إذن هل تصبح اليمن ميدان تصفية الحسابات بين القوى الإقليمية والدولية على حساب مشروع الدولة في اليمن؟ وما هو دور الولايات المتحدة في صفقة بين الرياض والحوثي على إثر توتر عسكري هو الأشد بين الرياض وطهران في منطقة بقيق قبل أيام؟ نعلن عن وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسير والصواريخ البالستية. قبل أيام أعلنت ميليشيا الحوثي فجأة إيقاف عمليات استهداف المملكة السعودية مطالبة الرياض بخطوة مماثلة. وبالأمس أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بموافقة الرياض إيقاف عملياتها الجوية ضد الحوثيين في صنعاء و3 محافظات أخرى. يأتي الإعلان من ميليشيا الحوثي فيعقبه الرد من الرياض، خطوات لا تبدو أنها تمت دون اتفاق سري بين الجانبين. ربما أن ما أعلن ليس سوى رأس الجليد لهذا الاتفاق الذي تسميه التقارير اتفاقا جزئيا، ربما سيعقبه اتفاق شامل. مراقبون يرون أن إعلان السعودية قبول إيقاف إطلاق النار يمثل بشكل أو بآخر انتصاراً لميليشيا الحوثي، كون المملكة قادت تحالفاً من عدة دول وشنت عليها حرباً منذ 5 سنوات لإسقاط حكمها واستعادة العاصمة اليمنية صنعاء من سيطرتها، لكنها لم تستطع تحقيق ذلك. هل لإعلان السعودية هذا علاقة باستهداف منشآتها النفطية في بقيق قبل أيام؟ يرى البعض أن التطورات الإقليمية والدولية، خصوصا بعد أن تأكد أن مصدر استهداف السعودية كان من إيران، هل هي التي دفعت الرياض لخيار كهذا رغم ما يحمله من دلالات؟ الولايات المتحدة ليست بعيدة عن هذا الملف، فقد سبق وأعلنت واشنطن أنها ستحث الرياض على التباحث مع الحوثيين، ما يعزز الصورة التي تشير إلى أن الملف اليمني سيكون الملف الأقرب لإنجاز الصفقات والتسويات بين اللاعبين الإقليميين والدوليين لمعالجة ملفات كثيرة. وعلى الرغم من ذلك، أعلن ناطق ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام اليوم عن أكبر عملية استهداف نفذها الحوثيون ضد السعودية منذ بدء الحرب، مؤكدا أنهم تمكنوا من أسر مئات الضباط والجنود السعوديين في عملية نوعية حسب قوله. يأتي هذا التصعيد من طرف الحوثي بعدما يفترض أنه اتفاق بينهم وبين السعودية على وقف إطلاق النار، وربما لتحقيق مزيد من الضغط لدفع هذا الاتفاق إلى الواجهة في وقت أسرع، وهو ما يعكس مدى ضعف موقف المملكة في اليمن. في اليمن دائما ما تدفع الرياض ثمن حساباتها الخاطئة، انقلاب صنعاء ثم انقلاب عدن وتقويض نفوذ الشرعية خلال 5 سنوات من الحرب، ثم تأتي الآن لتعقد اتفاقا مع ذراع إيران في اليمن، وهو اتفاق سيكون بالضرورة على حساب الشرعية ودولة اليمنيين، بل وحتى على الأمن السعودي ذاته وعلاقتها باليمنيين مستقبلا. إلا أن السعودية تمضي في هذا الخيار لمعالجة ما يبدو أنه آثار عاجلة يزداد خطرها كل يوم. إذن مشاهدينا الكرام، أجدد ترحيبي بكم وبضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث نبيل البكيري، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك ومشاهدينا الكرام. أهلا بك. إذن تتحدث التقارير أستاذ نبيل عن اتفاق حوثي سعودي مقبل حسب التسريبات من بعض الصحف، برأيك هل يمكن القول أن حرب السعودية في اليمن قد انتهت؟ في طبيعة الحال كثرت التسريبات حول الاتفاقات وحول توافقات في كواليس المشهد السياسي اليمني والسعودي.
حتى الآن لا يوجد هناك مصدر رسمي يتحدث عن مثل هذه الاتفاقيات، حتى أيضا الجانب الكثير من المقربين من القرار السعودي يتحدثون على أنه ليس هناك أي نية في الاتجاه بهذا الاتجاه. لكن أيضا نحن في إطار المتابعة لهذا المشهد، يعني أي اتفاق لن يكون جديد باعتبار أنه كان هناك اتفاق سابق، وما سيتم حاليا سيكون بناء على اتفاق ظهران الجنوب، لأن اتفاق ظهران الجنوب كان واضح وقبل عامين من الآن كان في ملامحه الأولى وقف التصعيد في بين الطرفين، من ضمن ملامحه أيضا كان نزع الألغام التي قام بها جماعة الحوثي في بعض المناطق التي دخلوها. يعني نحن أمام يعني مسألة التوافق والتقارب بين الحوثي والمملكة، ربما يعني بالمنظور اللحظي للأزمة الحالية التي تمر بها المملكة قد يكون هو الأقرب بالنسبة للتحقق منه غير ذلك. وبالتالي باعتقادي أي صيغة الاتفاق ستكون نتيجة طبيعية لإخفاقات كبيرة على امتداد سنوات الحرب. ما حصل في اليمن هو عكس المتوقع تماما، وإن كان هناك هزيمة في هزيمة المملكة واتفاق مع الحوثي طبعا هو سيتضمن إعلان هزيمة غير معلنة بالنسبة للمملكة، يعني مجرد لكن القبول بما طرحه أو ما اقترحه الحوثي. الأخطر من هذا كله، الأخطر من هذا كله أن السعودية ظلت طوال 5 سنوات تكرس وتعلن وتقول للناس أن هذه الحرب هي حرب يمنية وأنها هي دخلت فقط لمساعدة الحكومة الشرعية. اليوم الوقوف على طاولة مفاوضات مع جماعة الحوثي يعني أن هذه المواقف السعودية أو هذا الحديث أو هذه الرواية الرسمية للحرب في اليمن سقطت تماما، وأصبحت المملكة وجها لوجه مع الحوثي. هل ربما لأنها شعرت أيضا بأن الخطر لامسها؟ يعني هي تأذت في داخل أراضيها ليس فقط عبر الجنود الذين يسقطون على الحدود ربما، لكن وصل الخطر إليها. بس لماذا وصل الخطر إليها؟ وصل الخطر إليها لأن كل السياسات التي اتخذت من قبل المملكة تجاه الحكومة الشرعية، تجاه الجيش الوطني، تجاه اليمن ككل، كلها سياسات تؤدي إلى هذه النتيجة. يعني بالمجمل ما حدث في عدن هو بالضروري يؤدي إلى تقوية الحوثي، ويؤدي إلى تحول جزء كبير جدا من اليمنيين، تغير مزاجهم باتجاه بالضرورة ضد المملكة العربية السعودية، لأنها هي التي يعني قادت هذه الانقلابات، سواء حتى انقلاب الحوثي أو انقلاب عدن. يعني نحن أمام سياسات كارثية أوصلت المملكة إلى هذا الحال، شاءت أم أبت، بتقدير بسونية بحسنية بالأخير المملكة هي التي صنعت هذه الهزائم. الإمارات كانت أكبر خازوق بالنسبة لسياسات المملكة في اليمن، وهي إن كان لها من هزيمة فهي هزيمة على يد الإمارات في المملكة في اليمن. مع ذلك لم ترى السعودية ذلك أو لم تعترف حتى بذلك. يعني ربما أنت تابعت تصريح الجبير الأخير في نقاشه مع مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، قوله أن الإمارات انسحبت من اليمن وقوات المجلس الانتقالي استغلت الفرصة واحتلت مواقع حكومية. يعني يقول هذا الكلام بتجاهل واضح لقصف الإمارات للجيش الوطني ولكل سياسات الإمارات التي كانت تعمل على تقوية الانتقالي بشكل أو بآخر. هذه من الفلتات الكبيرة للجبير. الجبير يعتبر ذكي يعني في خطابه السياسي والدبلوماسي، لكن في هذه المرحلة وفي هذه الموقف بدأ سطحيا، وأيضا برر للإماراتيين ما لم يستطيعوهم تبريره أصلا. الإماراتيين أنفسهم ما تحدثوا بهذا المنطق وقالوا أنهم كانوا موجودين وأنهم قصفوا الجيش الوطني باعتبارات ما ذكروها هم. الجبير أتى يعني حتى عكس الرواية حقهم وقدم لهم إخراج جميل لعدوانهم على الجيش الوطني ولقيامه بالانقلاب بعدين. عموما في المجمل ما حصل، أنت قلت أنه يعني ربما عكس يعني الحديث أو الموقف يعني كافلته، ولكن ألا يكون أيضا من بطريقة أخرى يعكس موقف السعودية مما حدث أو من الإمارات وما تعمله في الجنوب؟ ماذا سيفيدنا الموقف السعودي حينما قالت أنه المجلس الانتقالي سيطر على مؤسسة الدولة؟ الهروب من الالتزامات يعني في النهاية هي لا تعطينا فائدة، هي تحاول أن تجني هي الفائدة، أن تهرب من مسؤوليتها تجاه أولا أنت أخليت مسؤولية الإمارات، والإمارات مسؤولة ومتهمة من قبل الحكومة الشرعية أنها التي دبرت وقادت وخططت لهذا الانقلاب.
ثانيا انت في يعني من حيث هذا القول انت لم تقدم جديدا، لم تقدم حلول مطروحه، يعني انت مجرد وصفت الازمه، الامارات انسحبت والانتقالي سيطر على مؤسسه الدوله، ثم ماذا بعد؟ انت هنا امام المجتمع الدولي، امام اليمنيين، انت تمثل غطاء لما جرى. لكن حين يتحدث بهذا الشكل استاذ نبيل فهو يخلي ايضا مسؤوليته من اعاده الشرعيه الى عدم، يعني مجرد ان انسحب الامارات الذي هو طرف في التحالف انقض الانتقالي على استغل الفرصه وانقض على هو يخلي مسؤوليه الامارات ربما، لكن مسؤوليه السعوديه لا يمكن ان يخلي مسؤوليه السعوديه ما حدث. السعوديه شريك رئيسي وفاعل في ما حصل في عدن، كانت حاضرة غير حاضرة، هي بالأخير الملف اليمني، ملف الشرعية اليمنية، ملف التدخل باليمن تحت حماية وتحت وصاية الحكومة الشرعية وغطائها للمملكة العربية السعودية. الإمارات لم تكن مطلوبة ولا مدعوة ضمن هذا التحالف وضمن هذا التدخل، وبالتالي لا علاقة بينه وبين اليمن على الإطلاق، بينه وبين الحكومة الشرعية العلاقة قائمة بين المملكة العربية السعودية والحكومة الشرعية. أنت حينما تبرر مثل هذا القول أنت تريد أن تحجب عين الشمس كما قالوا، وتفبرك قضية واضحة وضوح الشمس للعالم أنه هناك انقلاب قادة الإمارات وهناك سلاح موجود للإمارات ولشارك في هذا الانقلاب. الكارثة من هذا التصريح الجبير يشير لنا بما لا يدع مجالا للشك أن القرار السعودي أصبح قرارا إماراتيا، أن هناك فراغ كبير والإمارات هي التي تصنع هذا القرار. أنا باعتقادي كان الجبير أذكى واحد ربما، وكان أيضا حتى عزله من وزارة الخارجية وتغييره من وزارة الخارجية والإتيان بالعساف، العساف هو أقرب لأبو ظبي منه إلى الرياض. نعم، لكن عاد بصورة أخرى. نعم، يعني هو شؤون الخارجية، لكن وزير الخارجية هو العساف، لكن أيضا يعني كان هو أبعد يعني كان ضغط إماراتي في مسألة تغيير الجبير، لأنه كان أكثر رجماتية ولم يتورط كثيرا في تبرير سياسة الإمارات. لكن اليوم بعد أن أقيل من منصبه أو تم تغييره، اليوم هو يميل لأبو ظبي أكثر من ميله للرياض، وبالتالي هذا التبرير هذا هو يفسر لنا مسألة اختراق القرار السياسي السعودي. نعم، لما لا تكون الإمارات هي مجرد قفازات لما تقوم به السعودية في جنوب اليمن وفي كل أعمالها التي تقوم بها ضد الشرعية؟ عموما كانت قفازات أو لم تكن، ما يجري في اليمن هو بال هي محملة به أولا وأخيرا، هو ضد المملكة، هو ضد أمنها ووجودها وحدودها مهما حاولت وضد تاريخها. نعم، يعني ما يحصل في اليمن لن يكون أكثر من يعني أكثر مما قد حصل، سيكون الكارثة هي في المملكة. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ نبيل أن نستضيف الدكتور علي العبسي المحلل السياسي عبر الهاتف من برلين. مساء الخير دكتور علي. مساء النور. إذن كيف تابعت ما تم تسريبه من اتفاق محتمل بين السعودية والحوثي عن وقف إطلاق النار؟ أعتقد أنها خطوة مؤقتة إذا صحت التسريبات عن هذا الموضوع. يعني المملكة العربية السعودية لا تمتلك القدرة على إبقاء الحوثيين في مكانهم حتى يعزوا قواتهم ويعزوا تحالفهم مع إيران. أعتقد هذا الموضوع إذا صحت فعلا هذه التسريبات فهو ربما هدنة مؤقتة، وفي بعض الجبهات اللي هي ساكنة أصلا، الجبهات ساكنة أصلا صنعاء، إذا وهي من ضمن الجبهات التي تم الحديث عن وجود هدنة فيها، أصلا بنك الأهداف السعودي في اليمن انتهى. يعني السعودية قصفت كل ما يمكن قصفه في اليمن ولم يعد هناك ما يمكن قصفه. هذه القصف الجوي ويضر أكثر ما ينفع، شاهدنا كيف تم قصف كلية المجتمع في ذمار والشهداء الذين سقطوا من الأسرى لدى الحوثيين. هذا في الأخير ارتد على المملكة العربية السعودية. السعودية ربما إذا وافقت على موضوع هذه الهدنة فهو تحصيل حاصل، يعني لا يوجد ما يمكن أن تقطفه في كثير من المناطق في اليمن. هذا إذا نصح هو الدلالة الرئيسية، هو الدلالة السياسية أن الآن أصبحت هناك نوع من الندية بين المملكة العربية السعودية وبين الحوثيين كطرفين يتفاوضان مباشرة وجها لوجه. السعودية لم تعترف بالحوثيين أبدا كقوات مسيطرة، كقوات شرعية. يعني اسمح لي دكتور، يعني أنت قلت ربما إذا توقفت هذه العمليات في مناطق هي تعد ساكنة، لكن إذا ما تم الإعلان عن ذلك فما الذي يمتلكه التحالف ضد الميليشيا؟ يعني هي فعلا لا تقوم إلا بعمليات جوية هنا وهناك، إذا تمت أو إذا تم إيقافها يعني يعد أن الحرب انتهت. هي المملكة العربية السعودية لا تريد أن تنتهي الحرب، هي تريد حرب التقطيف، حرب القطارة، أن تكون لديها القدرة على القصف متى أرادت أن تقصف.
أن يضع أن يخضع اليمن للمجال الجوي اليمني والبحر اليمني إلى قوتها إلى سيطرتها إلى أن يكون تحت السيطرة السعودية. ومسألة الهدنة ومنع الطيران السعودي أعتقد هكذا يمكن الحوثيين يطالبون بمنع الطيران السعودي من تحليق في الأجواء اليمنية، هذا أعتقد لن يقبل به لن تقبل به المملكة العربية السعودية ولا الإمارات أيضا، لأن الطيران الإمارات أيضا ما زال يحلق في الأجواء اليمنية. المسألة أعتقد إذا تمت فهو سيتم تحت ضغوط أمريكية، نوع من التسوية السياسية، نوع من الامتصاص الضغط الدولي في هذا الموضوع، نوع من التهدئة التي يبحث عنها العالم في المنطقة. المنطقة الآن تتفجر، المنطقة الآن أصبح الوضع في المنطقة ينعكس على اقتصاديات الدول في كل مكان في العالم. قصف أرامكو أثر على دول كثيرة، حتى في أمريكا، حتى هنا في ألمانيا ارتفعت أسعار البنزين، الكل يروي ذلك، ولذلك هم يبحثون عن أي تهدئة. فإذا المجتمع الدولي والأمريكيون ساروا في مجال إحداث أي تهدئة أو تسوية سياسية بين أي نوع ما مؤقتة حتى بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، فيصب في تهدئة الوضع بشكل عام في المنطقة وليس فقط في اليمن. اليمن الآن هي ملف ثانوي بالنسبة للمجتمع الدولي. الصراع في اليمن الآن يتم النظر له على أنه صراع جانبي في إطار الصراع الرئيسي بين صراع النفوذ الرئيسي بين إيران وحلفائها وبين المملكة العربية السعودية وحلفائها. والجميع الآن يعتقد يبحثون، حتى الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن تهدئة هذا الملف، إغلاق هذا الملف مؤقتا خلال الفترة القادمة حتى يتم تسوية القضية الرئيسية وصراع السعودي الإيراني. الحوثيون طبعا من جهتهم مستفيدون من القصة الآن، الحوثيون يظهرون بأنهم القوة الضاربة، الحوثيون هم من يحددون الآن متى يتم القصف ومن يقصف ومن لا يقصف. يعني الحوثيون هم الآن يقدمون مبادرات الآن. نعم، هل تعتقد بوجود ضغوط دولية أو رغبة أوروبية أمريكية على الانفتاح على الميليشيا والانتقال بدلا عن الشرعية؟ الأمريكيون والغربيون بشكل عام يتعاملون بواقعية، يعني ربما بواقعية مفرطة، يعني لا يهمهم ماذا سيتم في مستقبل اليمن. هم يعني هم يتعاملون من واقع من واقع من من جهة خارجية، لا يرون إلى طبيعة الصراع في الأساس، عمق الصراع. هم يريدون بحث عن تسوية معينة بين أطراف لا يمكن أن تجمعها أي تسوية. الخلاف في اليمن هو خلاف جذري، خلاف عقائدي. الحوثيون هذه جماعة عقائدية تدعي التفوق السلالي والعنصري، الانتقال لديهم مشروع مختلف تماما، لا يعترف بهوية يمنية ويريد دولة مستقلة ضمن خطط وضمن تصورات يعني غير مقبولة. فلا يمكن جمع بين هذه الأطراف كلها، لكن الغربيين يحاولون يعني يسعون إلى تشكيل حكومة من هذه الأطراف. هناك تصريحات لنائب وزير الخارجية الأمريكي تحدث أن في النهاية الجميع هذا الانتقالي أو والحوثيون والحكومة الشرعية سيجلسون على طاولة واحدة وسيتفاوضون على تشكيل حكومة تجمعهم جميعا. هذا نظريا الغربيون بشكل عام، وبعض الدوائر في بعض الدوائر صنع القرار في أمريكا أو في أوروبا ينظرون المسألة بنظرة، هناك نظرية أكثر ما هي واقعية، لا لديهم المعلومات الكاملة ولم يعطيهم أحد معلومات كاملة عن طبيعة الصراع. الحكومة الشرعية اليمنية لم تبذل أي جهد من أي نوع سياسي أو دبلوماسي لتوضيح طبيعة الصراع ومعركتها مع الحوثيين. هي ارتكنت فقط على قرارات مجلس الأمن وتردد هذه القرارات، لكن طبيعة الصراع نفسه، كيف نشأ الصراع، مآلات هذا الصراع، تهديد هذا الصراع على اليمن كدولة وككيان وكمستقبل، لم يحد يتحدث مع الغربيين أبدا. لا يوجد أي جهة دبلوماسية من قبل الحكومة اليمنية، لذلك هذه المشاريع تظهر بين حينة أخرى. الدول هذه تنظر بأن هناك ثلاث أطراف متصارعة، وهم نظريا أعتقدون أن في الأخير هذه الأطراف سوف تجلس على طاولة واحدة وسوف تتم هناك تسوية سياسية ما، دون إدراك أن الصراع غير قابل للتسوية سلميا. للأسف هذا ما يجب أن يعترف به الجميع، الصراع في اليمن لا يمكن تسويته سلميا، هناك صراع عقائدي جذري وجودي. هناك أطراف لا تريد لليمن كدولة اتحادية كدولة أن تظل كما هي، تريد أن تشكل داخلها إما دولة عنصرية سلالية أو دولة مختلفة، أو يتم سلخ جزء مهم من البلاد لإنشاء دولة ليس لها أي هوية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني يلاحظ أن هناك تحركات تقوم بها قيادات حوثية بدعم من إيران أو تسهيلات من إيران، وكذلك المجلس الانتقالي في عدة عواصم أوروبية بدعم دبلوماسي من الإمارات.
بالمقابل يعني نرى أن الشرعية تبدو مشلولة وغير عابئة بما يحدث، لماذا برأيك؟ طبيعي هذا الوضع الذي وصلت إليه الحكومة الشرعية، باعتبار أن الحكومة بعد 5 سنوات تحولت إلى عبء على نفسها ليس فقط عبء على أحد، بالنظر إلى أنه فقدوا كل وسائل المبادرة، فقدوا كل القدرة على ابتكار حلول أو حتى ابتكار يعني مبادرات أو حتى فاعلية القرار لديهم. هم فقدوا القدرة على التعاطي مع ملف الأزمة في اليمن، باعتبار أنهم وضعوا البيض كلها في سلة واحدة. هم وضعوا كل ما لديهم من أوراق في يد المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية سياسيا باعتقادي هي يعني كتلة صلبة من الروتين أو السلحفة السياسية، يعني لا تختمر لديها الأمور إلا بعد أن تنتهي القضية بكارثة سياسية كبيرة. ما حدث، احتجز الحكومة الشرعية لديهم وسهلوا لهم الإقامة والمعيشة هناك، وبدل أن يكونوا طرف في إدارة هذه الأزمة تحولوا إلى لاجئين بكل ما تحمل كلمة معنى. ونحن أمام قضية خطيرة في هذا السياق، أنه الحكومة الشرعية بدل أن تعاطوا معهم كشركاء في هذه المعركة تعاطوا معهم كأنهم لاجئين، رتبوا لهم أمورهم المعيشية والرواتب وتركوهم في مسلوبية القرار ومسلوبية الإرادة، وأمام تحرك كبير للحوثيين كسلطة أمر واقع، يحاولوا من خلال أطراف حلفائهم في المجتمع الدولي، من خلال الإيرانيين، من خلال أيضا بعض الأطراف العربية، أن يحدث نوع من يعني التصعيد الإعلامي والسياسي الذي نراه ونشاهده. أيضا على نفس السياق تمشي فكرة المجلس الانتقالي في عدن، وبالتالي الطرف الذي يخسر والطرف الوحيد الذي فقد القدرة على المبادرة اليوم الحكومة الشرعية، وبالتالي نرى اليوم نعم يعني نجد أنها يعني باتت خارج دائرة فعل التأثير، أو يعني خاصة فيما يتعلق بالحرب وقفها انتهاءها وكأنها غير موجودة. طبعا القدرة على إدارة المشهد هي لم تفقد كل أوراقها، يعني لا زالت أهم ورق تتحكم بها الحكومة الشرعية هي شرعيتها الممثلة المنتخبة المعترف بها. الكارثة أنها فقدت القدرة الذاتية، يعني أنه لم يعد هناك عقل خلاق، ليس هناك خيال سياسي لدى هذه النخبة. كل ما استطاعوا فعله اليوم أن ينتقلوا من القاهرة إلى من الرياض إلى القاهرة أو العودة إلى الرياض، هذا كل ما لديهم من ابتكارات. يعني مثلا كان آخر الابتكارات والذهاب إلى سلطنة عمان، على أي أساس وكيف وماذا لا ندري، يعني هل هناك طرف التقوا به هناك، ما نوعية هذا الانتقال؟ يعني نحن أمام حالة شلل، وطبعا هذا الشلل هو نتيجة أنه طول أمد الأزمة بهذه الطريقة وبهذه الكيفية وصلتنا إلى هذه النتيجة. يعني لم نشهد خلال 4 سنوات أو 5 سنوات الآن، نحن سائلين في السنة الخامسة، أي محاولة لقول أنه نحن هنا شركاء في هذه الأزمة ونحن من يقرر مصير اليمن. ظلوا مأسورين بما ستقرره اللجنة الخاصة السعودية وما سيقوله السعودي أو ما سيقوله الإماراتي، وبالتالي أنت أصبحت مفعولا بك بدل أن تكون فاعلا في 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 القضية اليمنية. فهذه كارثة كبيرة ستكون عواقبها علينا كيمنيين خطيرة وكارثية. نعم، لو تسألنا ما الذي تبقى للشرعية مع السعودية والتحالف العربي؟ تبقى بالنسبة للسعوديين هو تمرير ما يريدون من خلال الحكومة الشرعية، لأنه لا يستطيع أن يمرر شيء من غير الحكومة الشرعية. لكن بالنسبة لنا نحن يعني كان يفترض أنه كان سيكون لنا تأثير، يعني كان يفترض أن احنا نعول على المملكة العربية السعودية في حين أن شركاء معهم في هذه المعركة. لكن بعد 5 سنوات تكتشف أنه نحن لم نكن شركاء، يعني مثلا ما يجري مثلا على مستوى الجيش الوطني، كل الجبهات موقفة في مارب، في صرواح، في 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 نهم، في تعز، في كل مكان وقفت هذه الجبهات بفعل قرار سياسي. بمعنى آخر إنه يعني حتى وزارة الدفاع اليمنية لم تصبح خارج إطار التأثير على الأرض وهي المسيطرة على الأرض. لماذا؟ لأنهم ابتكروا شيء اسمه القوات المشتركة ويريدون إحلالها محل الحكومة، محل الجيش اليمني الوطني ووزارة الدفاع وهي رأس الأركان، وأصبح حتى إدارة هذا الجيش بيد فهد بن تركي، بينما الدفاع اليمني ورئيس هيئة الأركان أصبحوا لا تأثير. نعم، وتحدث أيضا الجبير عن يعني إعادة هيكلة. هذه كانت أخطر يعني نعم. ما 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 تخبئه الضمائر أو ما تخبئه تفلت في زلات اللسان. يعني الحديث عن إعادة
هيكلة الجيش اليمني؟ بأي صفة تتحدث عن هيكلة الجيش اليمني؟ هل أنت وزير الدفاع اليمني؟ هل أنت رئيس هيئة الأركان؟ هل أنت رئيس جمهورية؟ أنت بالأخير حليف، وفي أضعف في أحسن الأحوال حليف، يجب أن تحترم سيادتي وأن تحترم قراري، لكن لا تتحدث عن إعادة هيكلة الجيش اليمني. نعم، ربما هذه اسمح لي أستاذ نبيل، يعني كما قلت فلت في الحديث، ولكن عمليا نعلم تماما أنهم هم يعني أنا من تحدثت الآن قبل قليل أقول لك أنهم نعم. يعني أزاحوا الهيكل التراتوي للجيش اليمني من وزارة الدفاع، هيئة الأركان، إلى هيئة الألويلة. إذن ما هي الفكرة الذي تتوقع أن تكون؟ هذه الفكرة تقوم على أساس أنه هذا الجيش يعني ليس فقط الاكتفاء بسلب الإرادة السياسية للشرعية كسياسيين وكوزراء وكأحزاب، إنما أيضا استمرار عملية إفراغ هذه الشرعية من محتوى إلى مستوى وزارة الدفاع وهيئة الأركان، أنه سيكون هناك معنا جيش كرتوني ليس لقيادته سلطة عليه، ستكون السلطة على هذا الجيش هي لفهد بن تركي ومن يعينهم فهد بن تركي. يعني نحن أمام كارثة حقيقية فيما يتعلق بالوصول إلى مستوى إفراغ كل مضامين السلطة والشرعية اليمنية من مضامينها بهذا الشكل الذي نراه. نعم، لكن للأسف الشديد يعني كما يقال يعني هم يعرفون أن الشرعية لا تتحدث عن أي شيء، لا تقوم بأي ردات فعل، فكأن الشرعية هي من تركت لهم الملعب للعب، فالمال السابع للمسرقة. يعني أنا أقولها وقلته دائما إنه يعني ما دام هناك شرعية ارتضت بأن تتعامل مع المملكة كمجموعة لاجئين وليس كشركاء في المعركة، فهذه النتيجة بالمحصلة هي طبيعية. يعني ما دام أنت رحت تبحث عن شقة وعن راتب وعن إصلاح وضع عن تأمين وعن 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 فيزات متعددة، أنت لست سياسي ولست مناضل، أنت مجرد كرت هناك تستخدم، ومتى ما تم الخلاص منك سيتم رميك في الزبالة. يعني هذه باختصار الذي حصل معنا مع هذه النخبة اليوم التي تمثل اليمن بهذه الصورة السيئة والمخزية إن صح التعبير. كان بإمكانهم أن يكونوا في أفضل حال من الآن. يعني كلما طالت أمد الحرب، كلما أدى إلى تلاشي، والكارثة الكبيرة أنه هذا التلاشي ليس فقط على مستوى الأداء والفاعلية لدى المجتمع الدولي أو حتى لدى السعوديين أو لدى الشعب. يعني الآن الناس بدأت تفقد أدنى بصيص أمل بهذه النخبة الحاكمة. إذا من الذي سيدير ضفة البلاد في حال يعني ما هو ملاحظ أن كل قياداتها مستلبة طبعاً، يعني ولا تقدم شيء؟ طبعا الحروب بقدر كل سوءها وبقدر كل مصائبها، هي بالأخير أحيانا الحروب قد تنتج قاداتها، قد تنتج بدائلها. اليمن ليست بلاد عقيمة وكأي المجتمعات الحية. يعني أنا باعتقادي أنه يعني انهيار الأوضاع واستمرار انهياره بهذا الشكل قد يؤدي إلى ظهور يعني مؤشر جديد أو قيادة جديدة أو سلطة جديدة في على أرض الواقع. أنا باعتقادي لن يقبل اليمنيون مثل ما قاوموا الانقلاب من أول لحظة وقاوموا الانقلاب الثاني من أول لحظة، أنا باعتقادي بدون وضدا لإكراهات الأشقاء والمتآمرين على هذه الشرعية، واليمنيين ينتصرون رغم ذلك، رغم الخذلان ورغم الماكر ورغم المؤامرة. نعم، يعني سنتحدث عن هذه النقطة، خاصة مسألة غياب القائد الميداني على أرض الواقع كما قلت أستاذ نبيل، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا الصحفي عبد العزيز المجيدي عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. الاتصال ب1522. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال، سنعود التواصل بك مجددا أستاذ عبد العزيز. إذن عمليا أستاذ نبيل، لا يوجد قائد لهذه المعركة في الميدان، لا يوجد أحد يلتف حوله الناس، وبالتالي كما قلت الناس بدأت تفقد إيمانها بشرعية غير موجودة أمامها، لا تعاني ما تعاني، لا تشعر بما يشعر به. طبعا مسألة القادة، طبعا القادة موجودين، لكن هؤلاء القادة هم قادة الميدان، هم الذين ضحوا، هم الذين صمدوا، هم الذين أبقوا على قذوة هذه الشرعية حاضرة لدى الناس. يعني نحن لا ننسى القادة الذين سقطوا واستشهدوا، والذين لازالوا موجودين على الأرض وعلى الميدان هم الذين يبقوا قدوة الأمل موجودة لدى الناس. يعني لا ننسى القادة الموجودين في الكبهات الذين لهم أكثر من 5 سنوات صامدين في هذه المواقع ومأسورين بقرار سياسي غير قرار الشرعية أيضا. وبالتالي أنا باعتقادي لن يظل هذا الأمر إلى ما لا نهاية. أنا باعتقادي هؤلاء بالأخير هم أبناء هذه الأرض، وهم الذين سيأبون أن يمرر أي قرار بالرغم عن
مصير وقرار وإرادة وحرية هذه البلاد. وبالتالي نحن نعول كثيرا على 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 توليد هؤلاء القادة او على انبثاقهم في لحظة معينة للتعبير عن رفض كل المشاريع التي يتم الترويج لها في كواليس المشهد السياسي، سواء الذهاب الى صفقات سياسية، وهذه لن تكون بل ستكون مستحيلة، لانه انا اتفق تماما مع ما ذكره الدكتور علي العبسي في انه مسألة الحديث عن تسويات سياسية في وضع ممزق ومشتت بهذا الحال لا يمكن بحال من الاحوال الركون اليها، لانه بالاخير هذا الصراع ليس فقط وجه للصراع الحدود وصراع نتحدث عن ذلك، ولكن بعد استضافه الاستاذ عبد العزيز المجيدي الصحفي عبر الهاتف. مساء الخير استاذ عبد العزيز. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بك. اذا استاذ عبد العزيز، حديث حوثي عن مبادره وسلام وربما هناك استجابه سعوديه حسب التسريبات، ماذا يهدف كل ذلك بتقديرك؟ الواضح ان كل الاحداث في المنطقه يتم استخدامها لمصلحه تكريس امر واقع في البلاد، ومبادره الحوثيين التي تم الاعلان عنها بشان وقف استهداف الاراضي السعوديه من خلال الطائره المسيره والصواريخ البالستيه جاء ثمره لجهد ربما تبذله امريكا من خلال مساعد وزير الخارجيه الذي تحدث قبل ذلك باسبوعين تقريبا عن مباحثات أمريكية مباشرة مع السعوديين بشأن محاولة وقف الحرب والتوصل إلى حل. الأمريكيون لا يعيدون تسويق فكرة قديمة هي إلى حد ما سابقة وفيها شكل من أشكال الاستغفال حتى للقوى الإقليمية كثيرة في السعودية مثلا في المنطقة. يتم الحديث عن أن الحوثيين هم جزء من المشكلة ويجب أن يكونوا جزءا من الحل، والحل يكمن في تعهدات ربما حوثية بالابتعاد عن إيران، وهي فكرة سابقة وفيها استغفال واستخفاف كبير سواء بالشرعية اليمنية وحتى بالمملكة العربية السعودية التي يبدو أنها تعود مجددا إلى نفس الفكرة التي جربتها قبل الحرب. هناك تصريح موثق للواء أنور عشقي وهو يتحدث عن أن عبد الملك الحوثي تعهد للسعودية بشكل واضح قبل الانقلاب يعني سيبتعد عن إيران أو سينهي على إيران، ربما مقابل أيضا غض النظر السعودي عن العملية الانقلابية التي تم تدبيرها بالتوافق بين الحوثيين وعلي عبد الله صالح وأيضا نعم سيد عبد العزيز. إذن هناك من يقول أنه من الواضح بوجود صفقة يعني تحت الطاولة يتم طبخها من قبل الإمارات والسعودية لتقاسم البلاد وتسليم شمال البلاد للحوثي، ويعني يفرغ لهم الميدان في جنوب البلاد، ما رأيك؟ يمكن إجراء الاتصال بالرقم المطلوب حاليا. إذن يبدو أن هناك إشكالية في الاتصالات معك سيد عبد العزيز المجيدي، شكرا لوجودك القصير معنا، سنغنمك في حلقات أخرى بإذن تعالى. عودة إليك أستاذ نبيل. إذن أستاذ نبيل، مسألة يعني تسليم البلاد لشمال شمال البلاد للحوثي ويكون الانتقال في الجنوب تحت سلطة الإمارات يعني كاتفاق مبطن بين السعودية والإمارات، هل يعني يعقل مثل هذا السيناريو؟ في السياسة ليس هناك شيء مستحيل أو غير متوقع، لكن هل سيصمد مثل هذا السيناريو؟ هنا سؤال. يعني حتى ولو ذهبنا وقلنا لتنتهي هذه الحرب أو ذهبوا إلى اتفاقات وتسويات، لكن هل سيرضى الناس الموجودين في هذه الأرض بمثل هذا السيناريو؟ نحن رأينا كيف تحكم صنعاء بالقمع والإكراه والجبر والاستبداد، ورأينا كيف أيضا يتم المشهد في عدن، وبالتالي هذان الخياران هما خياران الحكم بالقهر والإكراه. مثل هذا الوضع أنا باعتقادي أو مثل هذا السياق هو لم يعد مجدي اليوم. يعني رأينا كيف سقطت عدن خلال ساعات بعد الانقلاب الأخير. مثل هذا السيناريو رأينا كيف سقطت شبوة أو استعادت الشرعية شبوة وكثير من المناطق المحررة في المناطق الجنوبية. بمعنى آخر أنه هذه المشاريع التي تأتي
عن طريق تهجين خارجي وإدارة المشهد من قبل أطراف خارجية بهذه الأدوات، أنا باعتقادي لن يكتب لها النجاح. يعني حتى ولو استمرت 6-7 سنوات لكن بالأخير هي ستفشل أمام أبسط تجارب وأبسط الاختبارات. يعني مثلا الآن ما يبقي على جماعة الحوثي على امتداد 5 سنوات الماضية هو التدخل الخليجي الذي لا يريد أن يستوصل الحوثيين. لكن أنا باعتقادي لو ترك اليمنيون الخيار في أن يقرروا مصيرهم، أنا باعتقادي لن يتبقى مشروع الحوثي، ولا يمكن أن يحكم ويستحيل أن ينجح ويستمر في 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 ظرف طبيعي. ما يحصل الآن هو ظرف غير طبيعي، يعني كل المؤشرات كل السياسات التي اتخذت هي لإطالة أمد هذه الحرب ولإبقاء الحوثي. يعني ما الذي يمنع تقدم الجيش الوطني من نهم إلى باتجاه صنعاء والمسافة لا تزيد عن 30 كيلو؟ مثلها أيضا في الصرواح، أيضا الحديدة الآن يعني القوات على مشارفها إن لم يكن قد سيطروا على أجزاء كبيرة جدا من ضواحي المدينة. يعني هناك قرارات لإبقاء الحوثي، هذه القرارات أو هذه السياسات هي التي أبقت على الحوثي وليس قدرة الحوثي على فرض نفسه أو إيجاد أو الاستمرار في الحكم. الحوثي فشل أمام أبسط الاختبارات، من الراتب، من الكهرباء، من كل ما يتعلق. لكن إذا ما كان هناك يعني ربما رغبة دولية لمثل هذا السيناريو فسيتم دعمه لأن يستعيد أنفاسه كحاكم، يعني أمر واقع. هو قد يذهبون لمثل هذا السيناريو وهي مسألة الدعم والإبقاء عليه، لكن هذا السيناريو أيضا هل سيضطر الطرف المقابل الرافض للحوثي أن يقتنع بهذا السياق؟ أنا باعتقادي لن ستظل البلاد عبارة عن جرح مفتوح إلى ما لا نهاية، ستنفجر مقاومات شاملة وما كما هو الوضع اليوم، الوضع الطبيعي للمشهد ككل، مقاومة في كل مكان تم تأطيرها في تحت مسميات مختلفة، هذه المسميات المختلفة هي جزء من عملية سيطرة على أي مقاومة قادمة، أي مقاومة شريفة دون الإملاءات والضغوط والسيناريوهات المطروحة من الخارج. وإلا أنا اعتقادي أنه يعني ما حدثته المقاومة الوطنية على امتداد 5 سنوات الكبيرة الماضية كان ربما هو الذي كسر يعني إرادة الحوثي وأوقفه وأسقط مشروعه. حينما أتت فكرة تعطير هذه المقاومة الوطنية أو المقاومة الشعبية في إطار مسميات الجيش والألوية التي يتم اليوم يعني بيعها في سوق النخاسة في الحدود الجنوبية للمملكة، هذا كله أدى إلى عملية إيقاف هذا الجيش في مكانه وعملية سيطرة على قراره السياسي والاستمرار في السيطرة على هذا القرار تحت المسميات الجديدة التي نراها ونسمعها الآن من القوات المشتركة وغيرها. وبالتالي نحن أمام إشكالية خطيرة، هذه الإشكالية تكمن أنه هناك تدخل خارجي، هذا التدخل الخارجي لم يأتي الذي أتى تحت مبرر إيقاف الانقلاب هو الذي عمل على استدامة هذا الانقلاب وهو الذي سيعمل على استدامته مستقبلا، وبالتالي يجب أن يكون هناك يعني ردة فعل أو فعل حقيقي في مسألة إعادة الاعتبار لليمني وإعادة اعتبار القضية اليمنية. بالأخير نحن اليمنيين المسؤولين عن هذه البلاد ونحو هذه معركتنا وهذا مصيرنا، لا يجب أن نربط مصيرنا إلى ما لا نهاية بالرغبة السعودية أو الإماراتية أو الإيرانية. بالأخير نحن اليمنيين هذه بلادنا، يجب أن نصل ومشاكلها إلى طريق. أما أن تظل الأمور معلقة ويتحول اليمنيون إلى مجرد حجار على رقعة الشطرنج اللاعب الخارجي، أنا باعتقادي هذه كارثة تاريخية لم يسبق لها اليمنيون من قبل. نعم، برأيك يعني ما مصلحة المجتمع الدولي والإقليمي في أن تبقى اليمن في حالة فوضى ولا تذهب باتجاه دولة اتحادية، ولا نرى أنه يعني ينوي لإنهاء ما يحدث في اليمن من صراعات متجددة؟ طبعا المعلن غير المعلن، يعني المعلن أنه ليس هناك مصلحة المجتمع الدولي في إطالة أمد الحرب أو في هذه الحرب، لكن غير المعلن هو الموجود والمطبق على أرض الواقع. أولا اليمن تحولت إلى سوق سلاح، ثانيا تحولت اليمن أيضا إلى بؤرة للإثراء غير الشرعي لأطراف متعددة ابتداء من المنظمات الدولية التي نهبت حتى الآن أكثر من 20 مليار دولار. اليمن سوق بازار للحرب، اقتصاد حرب موجود على كل المستويات، ومن أول الأطراف المستفيدة من هذه البازار الحرب المجتمع الدولي ومنظماته، الشركات السلاح،
الطرف الإقليمي، الطرف الإقليمي أيضا له مصلحة في أن يظل اليمنيون يقتتلون حتى أنه وصل إلى نتيجة أنه هذا الاقتتال هو نتيجة لثورة 11 فبراير التي أرادت التغيير السياسي الديمقراطي، وبالتالي المجتمع المحل الإقليمي عنده إشكالية مع التغيير السياسي والانتقال السياسي في اليمن. لا يريدون يمن موحد ديمقراطي، يريدون يمن مفكك، يمن تتهاوشه سلطات الأمر الواقع، أمراء الحرب وتجار السلاح والمافيا والمخدرات، وبالتالي هذه المصلحة التي تغلف تحت مظلة استعادة الشرعية اليمنية وإنقاذ اليمن. لكن في حقيقة الأمر هناك شبكات تم إنشائها على أو نشأت بفعل اقتصاد الحرب على امتداد الخمس سنوات، رأيناها في المنظمات الدولية، رأيناها أيضا في تجار السلاح، رأيناها أيضا في كثير من القصور اليوم التي تشيد في صنعاء والفلل التي تشيد في كثير من المناطق الميليشيات. كل هذا أدى إلى هذه الشبكة. أيضا هناك أطراف أيضا تستفيد في الطرف السعودي وفي الطرف الإماراتي، هناك أيضا تجار حروب موجودين في هذه الأطراف واستفادوا كثيرا من كوميشنات الرواتب وكوميشنات السلاح المشترى من المافيا الدولية. نعم، يبدو يعني من يراقب الوضع بأن اليمن يعني تتحول إلى ميدان تصفية لحسابات دولية وإقليمية، ولكن ما إن إذا يعني في احتمال تم هذا الاتفاق بين السعودية والحوثي لوقف إطلاق النار، وربما هناك مدارسة لأن لا يشمل فقط أربع مدن وإنما بشكل أكبر، برأيك ما الذي على الشرعية أن تقوم به في ظل نجاح مثل هذا الاتفاق؟ طبعا الحديث أولا عن نقطة وقف إطلاق النار في مناطق معينة، الحرب موقفة يعني منذ فترة كبيرة، يعني لم يعد هناك قتال حقيقي، يعني لا في تعز ولا في إب ولا في البيضاء ولا في مأرب ولا في الحرب الوحيدة اليوم واللي هي مستمرة كان شوية حروب على الحدود الجنوبية السعودية، وهذه الحروب خارج مؤسسة الجيش اليمني، هي ألوية تم تأسيسها من اللجنة الخاصة السعودية بعيد عن سيناريو الحكومة الشرعية غير نظامية. ورأينا ما أصاب هذه القوات خلال الفترة الماضية، لأنها قوات غير نظامية، ومن يديرونها هم تجار حروب، ودعني أقولها بكل اختصار هم مرتزقة بكل ما تحمل كلمة معنى، ومعهم أجندات خاصة، يعني من هذا القائد السلفي رداد الهاشمي هو يخدم مشروعين في نفس الاتجاه، مشروع اللجنة الخاصة ومشروع الهاشمية السياسية التي يشتغل ضمنها تحت غطاء قتال الروافض. وبالتالي أنا باعتقادي أنه الحكومة الشرعية اليوم، أنا باعتقادي أنه يعني بيدها أن تفعل الكثير، لكن عليها أن تغادر المملكة أو عليها أن تعيد صياغة تحالف جديد بمعايير جديدة برؤية جديدة بعيد عن الصمت الكبير الذي أصاب اليمنيين طوال خمس سنوات. تحالفات جديدة تقوم على أساس أن هذه المعركة معركتنا، هل أنتم قادون في هذه الحرب؟ هل نحن شركاء في هذه الحرب؟ لماذا يعني ما سبب هذه الخسائر على امتداد خمس سنوات؟ لماذا لم نصل إلى نتيجة مرجوة في من هذه الحرب؟ يعني هذه الأسئلة يجب أن تطرح وتناقش، لا أن يتحول اليمني إلى تابع ذيلي لا رأي له ولا أمر. أنا باعتقادي هنا الكارثة الكبيرة تكمن في أن الحكومة الشرعية وصلت إلى مرحلة الخرس وقايض بعض أفرادها مواقفهم الوطنية بقليل من الفتات الذي يرمى لهم من اللجنة الخاصة للأسف. نعم، إذن شكراً جزيلاً لك أستاذ نبيل البكيري، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضاً مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.